فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: إخواني وأخواتي كل في بيت مستقل، وفي كل سنة نتقاسم قيمة الأضحية عن والدنا ووالدتنا، ومن يتكفل في هذه السنة فإنه يمسك عن شعره وأظفاره، فهل فعلنا هذا صحيح؟ لا، ما له الأظفار والشعر دخل. إذا ضحيت عن غيرك فلا تمسك عن شعرك ولا عن أظفارك، إنما إذا أردت أن تضحي عن نفسك تمسك. ما أنت بمثابة الوكيل، أنت لو وكلت واحد يذبح الأضحية عنك الوكيل يمسك عن شعره؟ لا. نعم.